السلام والله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسام شفيقي في حلقة جديدة من سلسلة دروس تعلم الميكانيك ببساطة. إذا شفنا في الحلقة الفايتين بأن لي زورغان فيكس ولي زورغان موبيل، تعرفنا على هذه الأعضاء على شكلها، ثم أخذتكم في جولة في بعض المحركات ونتعرف على القرب عن هذه الأعضاء. إذا كما أسلفت الذكر بأنني سوف أبدأ بشرح هذه الأعضاء بطريقة مبسطة وسهلة ومعمقة. إذا قبل أن نتعرف على أي عضو، لابد لنا أن نعرف أدوات التي نستعملها لقياس هذه الأعضاء. مثال على ذلك، مثلا نريد أن نقوم بقياس مثلا للسيجمون ولا قياس البيستون، فضروري نستعمل بعض الأدوات التي تساعدنا على هذه القياسات، وهذه الأدوات يجب أن تكون بطبيعة الحال ذات قياس دقيق جدا. إذا أريد أن أشرح لكم في هذه الحلقة بعض هذه الأدوات التي نستعملها في قياس في الميكانيك. وأعرف أن العديد من المتدربين لا يعرفون الطريقة الصحيحة لقياس بهذه الأدوات، إذا أتمنى أن تتابعوا وتركزوا معي في هذه الحلقة، لأنني سوف أشرح لكم إن شاء الله كيف تقومون بالقياس الصحيح باستعمال هذه الأدوات، كهذا يسمى لو بيد كويس، ثم لو ميكرومتر، هذا أدق من هذا، الميكرومتر، ثم الجودكا. إذن اليوم إن شاء الله هاتان الأداتان سوف أشرحهما في الحلقة المقبلة. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم البيد كوليس، إذن أتمنى الاستفادة لكم. البيد كوليس واحد الأداة اللي كتسمح لنا بقياس العناصر الميكانيك المختلفة، سواء من الداخل نستطيع القياس من الداخل أو قياس من الخارج exterior، أو نستطيع أن نقيس شيء ما هكذا في العمق. إذن في مختلف القياسات. إذن بيد كوليس كيتكون من بيك فيكس، يعني و ان بيك موبيل، واحد البوطون بوسوار باش نبقاو نحركو هاد البيك موبيل لتسهيل الحركه، ثم ان فران دو بلوكاج لكي عندما نأخذ القياس لا يتغير هذا القياس عندما ننزع البيد كوليس عن العنصر. إذن أريد أن أشير إلى أن أثناء القياس يجب عدم أتمنى أن تكون الصورة واضحة هكذا. عندما نريد أن نقيس مثلا هذا العكس، لا يجب أن أضغط الآن أضغط كثيرا لكي لا أقوم بكسر البيد كوليس، ثم لا يجب أن يكون سهل لكي لا يعطينا حساب جيد أو حساب دقيق. إذن يجب أن يكون متوازي معه ونحس بملامسة أسطح البيد كوليس مع أسطح هذا العنصر. إذن هكذا، لا يجب أن نضغط كثيرا ولا يجب أن ندع بيد كوليس حر طريق وسط هذا العنصر. ثم شيء آخر، هو يجب أن نقوم ب كما يسمى بالطالوناج ديال بيد كوليس، يعني الصفر مع الصفر، الصفر هنا، الصفر هنا، يجب أن يكون مع الصفر. إذن هذا بالنسبة لأخذ القياسات. إذن دعونا الآن أشرح كيف نقوم بقياس البيد كوليس. إذن كما تعلمون، هنا لدينا
قياسات من صفر إلى هنا إلى 20 إلى 20 سنتيمتر. إذن هنا لدينا، سأشرح للمبتدئين أولا، ها لدينا 1 سنتيمتر يساوي 10 ملي متر. كيف ذلك؟ لدينا هنا تدريجات، لدينا ما بين 0 و 1، كم تدريجة؟ 0 1 2 3 4 5، تلاحظون هذه الدرجة في المنتصف 5 6 7 8 9 10. إذن هنا 10 ملليمترات، هنا 20 مليمتر، هنا 30 31 32 33 34 35، إلى هنا 40. إذن في البيان بوليس نحسب بالمليمتر، يعني لا نحسب بالسنتيمتر ولكن نحسب بالمليمتر، يعني هذه 0 وهذه 10 وهذه 20 وهذه 25 وهذه 30 وهذه 35 وهذه 40. إذا اتفقنا على هذه النقطة. إذا لدينا هذه التدريجات بالمليمتر، ثم لدينا هذه التدريجات في بيك موبيل ب لأن ديزيام ولأن سيكونتيام. كيف ذلك؟ كما تلاحظون معي، سأحاول أن أقرب إلى الكاميرا، إذا كما تلاحظون معي لدينا تدريجات كبيرة وتدريجات صغيرة. لاحظوا معي ما بين 0 و 1 كم تدريجة هناك؟ 4 تدريجات. إذا 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 هم تدريجات بالأن ديزيام، يعني أن ديزيام كيساوي 0.1، يعني أي تدريجة تساوي 0.1 وراء الفاصلة. سوف أشرح هذه الأشياء. ثم التدريجات المتواجدة بين، مثلا أنتظر حتى توضح الصورة، ثم التدريجات المتواجدة بين مثلا 6 و7، هذه التدريجة وهذه 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 تحسب لي أن سيكونتيام. كيف ذلك؟ 1/50 يساوي 0.02. سأشرح هذه الأشياء بالتفصيل، لا تقلقوا، فقط تابعوا وركزوا معي. 0.02. إذن عندما أريد أن أقوم بالقياس، أول شيء أفعله سوف أغير الورقة عندما أريد أن أقوم بالقياس سوف، مثال على ذلك هنا، أول شيء نقوم به هو أن نرى الصفر في هذه التدريجات في بيك موبيل. هنا في هذه التدريجات الصغيرة سأعتبر دائما التدريجات الكبيرة والتدريجات الصغيرة. التدريجات الكبيرة بالمليمتر سوف نرى الصفر، هل هو موازي وعمودي على 3 أم لا؟ إذن كما تلاحظون هنا فهو موازي وعمودي على 3، يعني 30 الحساب يساوي 30 ملي متر. متفقين؟ إذن ماذا إذا كان الصفر أو الشيء الذي قمنا بقياسه لا يوازي 30؟ هنا الصفر متواجد ما بين 31 ملليمتر و30 ملليمتر، كيف سوف نقوم بالقياس؟ إذن أول شيء لاحظوا معي هنا، هناك طريقة في الحقيقة لم أدرسها ولكن تعلمتها مع التجربة، هو أنه سوف نرى الصفر، هل هو
في المنتصف فقط تقدير، انا فقط لتسهيل البحث لما هو ات. سوف نرى الصفر هل هو يقترب من 31 او 30. لدينا هنا 30 مليمتر وهنا 31 مليمتر. انظروا تدريج الصفر اين تقترب. اذا تقترب في النصف الاول، هنا النصف، في النصف الاول ديال 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 في النصف الثاني ديال 30، يعني قبل 31. دونك هنا عندنا من صفر تل تلاش تل 10 ياك. غادي نقلبوا يعني في المنتصف هو 50 و5. اذا حنايا الا كان هذا الصفر في الوسط غادي نقلبوا غير من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. اذا كان قريب ل 31 ولا ل 41 ولا 42 كنشوفوا اي تدريجه واش فيها الوسط ولا قريب من هذه التدريجه ولا قريب من هذه التدريجه. الا كان بحال هذا المثال هذا قريب للتدريجه ديال 31 غنقلب غير باش نسهل عليكم البحث، غنقلبوا على التدريجه من 5 للفوق. علاش هذه التدريجه؟ غنقلبوا على التدريج العمودي والموازيه مع هذه التدريجات. ركزوا معايا، هذه التدريجات غتكون تدريجه وحده اللي غادي توازي هذه التدريجات هادو. غادي نقلبوا على التدريجه. اذا غنشدوا البيد كوليس وغادي نشدو عمودي معنا ونبحث عن هذه التدريج العمودي والموازيه كما تلاحظون. 8 هي مبتعده عن هذه التدريجات، 7 موازيه. دعوني ارى بعيني حتى اتاكد، لان هذا لان يجب ان يكون دقيق جدا. اذا فهي موازيه، يعني سوف نكتب ماذا؟ سنكتب 30.7 داكو. سنأخذ مثال آخر، سوف نحسب بلي أن ديزيام وبلي أن سيكونتيام، يعني بالتدقيق. يعني إذا كان الرقم وراء الفاصلة ماشي جوج أرقام، إذا كان جوج أرقام راه غادي يكون أدق من الرقم وراء الفاصلة. إذا كان فوق رقم 7 في ان ديزيام قلنا كيفاش، يعني كل تدريجه كتساوي 0.1 كما قلنا قبيله، يعني هذه 0.7. نديرو فاصله وغادي نكتبو 7. اذا نشوفو واحد المثال اخر، نشوفو لي ان ديزيام شدوهم نعرفو ليهم مزيان، ديك الساعه نشوفو لي ان سيكونتيام. سناخذ 50 كم هنا، لن أخذ 51 كما 31، سوف أخذ مثلا 56. يعني لاحظوا معي هنا لدينا 55 51 52 53 54 55 56 56 الصفر، لأن الواحد دائما الصفر. 56 ما بين 56 و57. إذا لتسهيل البحث نبحث هذه التدريجة هل توجد في المنتصف قريبة من 56 أو 57؟ نعم قريبة من 56 وليس من 57. أنا سوف أقلل مجال البحث، يعني سوف أبحث ما بين 5 و0. إذا سوف أبحث، دعوني أبحث أين واحد، ليس واحد وليس اثنان وليس نعم إنها في 3. لاحظوا معي هنا 3 هي عمودي على أحد تدريجات المليمتر. لاحظوا معي 3 هي عمودية، لو لم تكن 3 ستجد 4 أو لا هذه التدريجة أو أي تدريجة. 3 عمودي على هذه التدريجة، لا نلاحظ هذه التدريجات، فقط نقوم هكذا ونلاحظ. إذا 3 هي عمودية على هذه التدريجة. إذا سوف نأخذ كما قلنا كم 56.3. 56.3. أتمنى أنني قد قررتكم الصورة كيف تقومون بالحساب. إذا سوف نأخذ مثال آخر وهو مثال
ولقد أطلت في هذه الحلقة كثيرا، فأنا لا أريد أن أقوم بشرح أكثر من 10 دقائق لكي لا الإنسان لا يمل، ولكي لأصحاب الكونيكسيون الضعيفة بطبيعة الحال. وأرجوكم شاهدوا هذه الحلقة بصيغة HD لكي تظهر لكم التدريجات ويظهر لكم الشرح، فأي صيغة أخرى فلن يظهر الفيديو بجودة عالية. إذا سوف أخذ مثال في الأنديزيان، هذا هو المثال. هذا هو المثال، لا ليس بالأنديزيان، بأن سيكونتيام. ماذا قلنا لأن سيكونتيام؟ ماذا يساوون؟ أن سيكونتيام كتساوي لنا 0.02 لكل تدريجة. إذا لاحظوا معي كم تساوي، سوف أعطيكم مهلة للتفكير. كم تساوي؟ لدينا 30 31 32 33 34 35. إذا بين 5 و 0 ما بين 35 و 36. إذا كان لدينا بين 35 و 36 نرى الصفر، هل هو متواجد قريب من 36 أو من 35؟ أظن أنه في المنتصف. إذا سوف أبحث هنا، أظن أنه هنا. إذا لدينا 5 وهذه التدريجة عمودية مع هذه التدريجة، يعني هذه التدريجة في المثالين الأولين لاحظنا بأن التدريجات الكبيرة كانت تأتي مع التدريجات، سوف نلاحظ بأن هذه التدريجة الصغيرة أتت مع هذه التدريجة. إذا سوف نقوم بالقياس. إذا لدينا بالنسبة لما بغينا نحسبه بلي أنديزيان كم تساوي؟ 35 فاصلة ماذا؟ نكتب 35.5. لدينا تدريجة أتت مع التدريجة الأخرى وهي لدينا 4 تدريجات. لدينا كم تدريجة ما بين 5 و 6؟ 1 2 3 4. متفقين؟ 1 2 3. إذا التدريجة الثانية هي التي أتت عمودية مع هذه التدريجة. إذا هنا كم؟ لدينا كل تدريجة من هذه التدريجات تساوي 0.02. إذا هذه تساوي 0.02 وهذه 0.04. إذا كل تدريجة تضارب 0.02. إذا 0.04 سوف نقوم 35 + 0.04 كم تساوي؟ هي 4، 5 + 0 = 5، ثم الفاصلة، ثم 5، ثم 3، يعني 35.54 ميلي مترا. يعني هنا حددنا بالتدقيق وبطريقة دقيقة جدا. إذا أعزائي المتابعين، أتمنى أن يكون هذا الدرس هو درس واضح. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.